سكاي بوكس، شوف السكاي بوكس هناك فل. اي والله سكاي بوكس فل. ركله ضربه جزاء بفله ركله جزاء لابو فله. يعني هذه المباراه اللي تقول نبي تذاكر ما تحصل. والله صعيب والله. حد عنده تذاكر يا ايوه هذا الله ابو فله. مشكلة ما في فار. لا ماكو فار. ما في فار. الحالة بياخذها صديقنا ابو بلال. بس حالة واضحة يعني. حالة واضحة وركلة جزاء صريحة. قلت لك لازم يسجل اليوم. وبعد برا. لا في فار في فار ولا؟ لا لا ما في فار. الحكم يقول لك انا ما اشوف شيء. ايه لا واضحه ركله جزاء بصراحه صريحه. صدقني برا لا غبار فيها. يعني شفت شلون العرقله على مستوى انه ضرب وجهه في يده. ضرب وجهه في يده. تعادل برا بوفله على تنفيذ ركلة الجزاء للتعادل. بوفلو أخيراً حركة سجل. ميسي يقهر في سبيد ميسي كريستيانو ميسي عمل دم ميسي وكريستيانو الثنتين الحركتين مع بعض. يا سلام عليك أبو فلة. لا وهذه الثالثة مالت جرناتشو بعد. هو يدري ان واحد ما راح يسجل غيره فقال خلني اسوي كل الاحتفالات باكج كامل. هلا احتفل بكل احتفال حركات كل حركة من علامة الجزاء. الظاهر بيتبدل بعد الشوط. هدف التعادل لفريق ابو فلة ومن علامة الجزاء ركلة الجزاء بعدها صافرة نهاية شوط المباراة الأول. الشوط الأول بين الفريقين بتعادل فريق أبو فلة. شوط حلو مستمتعنا فيه.